خلاص انا بس انا جاي هنا جاي هنا احل المشكلات حقات اخوي. طيب وش مشكلته؟ انا حلت. انا جاي هنا اثبت كرامة اخوي واثبت وجوده علينا. طيب هذا معك عمر. محمد كيف حالك؟ والله طيب محمد. ليش تهايط؟ ما هايط. قلة تهايط. هايط عندهم يتهيطون عليك. انت اللي تهايط. ولد لا تهايط ثم تفهمنا. طيب عليك. ولد لا خلاص سلام محمد اسمع اول شيء خلنا اسمع محمد منصور ما عاد نفجاء انا ابيه ما عاد يجي تكفى يا محمد حاول لا 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 تكفى يا محمد اسمع طالب باستبعاد الحين قل لابو سلطان وجه رساله لترك الدوسري قل له ترك نجم من هو؟ نجم؟ محمد منصور نجم يا رجال هو يعد الحين انا امدحه شوي نجم نجم علشان يستبعد نواف لا والله ها طيب اسمع من احلى يلا اختر لي خمسه متسابقين تشوفهم افضل ناس في جنتل نواف عقاب طيب كفو نواف عقاب لو قدرت تعرف من نواف الظفيري الظفيري ايمن هو ايمن جميل كفو ايمن الظفيري اي رشيد خويك رشيد اكيد خويك طيب الرابع رشيد ورصصت صصصت باقي واحد خويك بعد باقي واحد انا معي طيب انا بس اسال السؤال اخر سؤال محمد ترى سؤالك بيتحتم عليه امور واجد سؤالك بيتحتم عليه امور واجد يا محمد مستقبل ناس رزق يلا احسن فقره في برنامج جنتل محمد عقاب يحب يتابعها ايه الفقره اللي تستانس اذا شفتها احلى فقره ايه قلت صدق ايه صدق لا زوم سمو ضايق اسوء فقره خل الناس دقيقه هل في احد استضافك في اي فقره احنا اللي استضافناك لا ام جنتل شوف تبي تعلمهم الجنتل لانهم ما يعرفون ها المتسابقين ما يعرفون يلبسون ترى انت بتعلمهم ترى محمد وعدني ببدله مثل بدلته يجيبها لي من لندن طيب اسمع اسمع يا اسمع حط الكاميرا عليه يقول حط الكاميرا عليه يقول حط الكاميرا عليه حط الكاميرا حط الكاميرا عليه اسال عن الفقره يا سالم والله الحين اجيك تراني ها تراني اجيك تعال تعال محمد 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 ليش طيب بسك بسك يوم وقف محمد ليش تقول في مساحه معك انت وبهاج ومسعود بن شعبول ليش تقول دائما سكريبت افضل أنا بقول لك مثل جاوب أنت سريت علي أنا خلنا نرد عليك جيب الكاميرا عندي يلا عط الكاميرا هذا هو بيقول جنتل الحين الأفضل طيب من السكريبت الأفضل بعد هذا سكريبت إي وجهك هناك عندك كاميرا هناك كاميرا إي يلا دائما السكريبت الأفضل ليه؟ هذه شاشة الواقع نجم من السماء ساطع كفو لا طيب محمد أحلى فقرة وش؟ أحلى فقرة أحلى فقرة ولا فقرة حلوة لا مو أنتم حقة ضيوف طيب عطر الشباب اللي في كافي شروم